اللقاء الذي تنظمه الحركة التصحيحية لإنقاذ نادي الرجاء الرياضي البيضاوي تحت عنوان أهداف وأولويات الحركة التصحيحية. لابد من البداية الإشارة بكل وضوح بأن هذا اللقاء من تنظيم مجموعة من الفعاليات الرجاوية اللي لاحظوا على أن المسيرة الرجاء لا ترقى إلى مستوى التطلعات، وعلى أنهم غير مدفوعين بأي جهة، ليسوا بمنخرطين ولا بأعضاء من أي جهة، هم فقط رجاويين فعاليات رجاوية غير مدفوعة. وفي البداية لابد من أن أذكر الإخوة الحضور الكريم بأنه في السنة الماضية وتقريبا في شهر 7 هذه القاعة بالتحديد كان لقاء مع السيد رئيس نادي الرجاء الرياضي بصفته مرشح للرئاسة، والتزم بمجموعة من الأشياء ترونها أمامكم في الجهاز البث، وهي كخلاصة أولا وضع استراتيجية عمل لتأهيل نادي الرجاء الرياضي في ظل الاحتراف، تعيين مدرب كبير واللاعب من أجل القلب، تأهيل الإدارة التقنية انطلاقا من تعيين مدير تقني ووضع منهجيه لعمل الاداره التقنيه، تاهيل اداره النادي والتواصل تعزيز اليه التواصل مع المنخرطين وجمعيات المحبين، القيام بانتدابات وازنه تمكن الفريق من اللعب من اجل الالقاب. جوج ديال الامور عندهم علاقه، الانتدابات الوازنه واللاعب من اجل الالقاب، البحث عن موارد مالية وترشيد تدبير المال، الاهتمام بالفئات الصغرى وتعزيز البنيات التحتية. هذه الخلاصة لالتزامات السيد الرئيس في الموسم الماضي قبيل الانتخاب. ما هي، هذا سؤال عريض يطرح، ما هي دوافع تأسيس الحركة التصحيحية؟ أولا الفشل الذريع للمكتب المدير في مسير النادي، سوء تدبير المال، غياب استراتيجية عمل محددة في الأهداف وفي المسائل، عدم هيكلة الإدارة التقنية، سوء تدبير ملف انتقالات اللاعبين اللي انتقلوا من الرجاء للخارج، والانتدابات وتشديد العقود، التراجع المخيف لمستوى نادي الرجاء الرياضي الفائز ببطولة الموسم الماضي. صحيح هذه من الأهداف، صحيح مسار النادي وحمايته من كل أشكال الفساد والاستغلال وسوء التدبير، التجاوب، وهذا هو الأساس وبيت القصيد بالنسبة للإخوان في الحركة، التجاوب مع تطلعات جماهير الرجاء. جماهير الرجاء عهدت أن يلعب فريق الرجاء من أجل الألقاب، ليس من أجل تشجيع البطولة وليس من أجل احتلال المراتب المتوسطة، وإنما من أجل الألقاب. هكذا عرف فريق الرجاء، وهكذا يريد جمهور الرجاء، وجمهور الرجاء لا يريد شيء آخر غير اللعب من أجل الألقاب. التجاوب مع تطلعات الجماهير الرجاوية كما أشرت لذلك، الذي خاب ظنها معك بالأسف في مكتب المسير. الأهداف دائما أهداف بصفة عامة، أولا هذه من الأشياء التي طالبوا بها الإخوان خلال سلسلة من الاجتماعات التهيئية والتحضيرية ديالهم، الدعوة إلى حل المكتب المسير لعزه وفشله في تدبير شغل الفريق وإلحاق الضرر بمصالح النادي، الدعوة إلى اقتحاص مالية الفريق، عقد جمعة استثنائية لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد تتوافر فيه المؤهلات والشروط، الانكباد بجدية على معالجة الملفات التي عنز المكتب الحالي في حلها وتدبيرها. رابعاً، وهذا أيضاً من المواضيع الشائكة، وهي حالة الاستثناء الموجودة عند نادي الرجاء الرياضي، وهو وجود مكتب مديري معمر. مكتب مديري لا يتم تجديده، مكتب مديري في وضعية غير قانونية وغير شرعية وغير أخلاقية كذلك، لأن الأخلاق في عصر الديمقراطية تقتضي أن تعقد جموع عامة بانتظام، وأن يتم انتخاب الرئيس من طرف هيئة ناخبة معبرة وقوية، وهو الشيء المنعدم في مكتب المدير،
والذي يعتقد الرشاويون بأنه من أسباب التراجع المستمر لفروع، على أقول الفريق فقط لفروع نادي الرجاء الرياضي، ففروع عديدة تشتكي وتعاني في غياب أي دعم من مكتب أقول عنه صوري وشكلي ولا يقوم بأي واجب، وحان الوقت لنقول لرئيسي ارحم. الجماهير الرجاوية، وهذا واجب نؤمن به كيفما كانت الظروف، دعوة الجماهير الرجاوية إلى مساندة الفريق، لأن من شعار كل رجاوي هو مساندة نادي الرجاء الرياضي في السراء والضراء والتحلي بالروح الرياضية واجتناب كل أشكال العنف والشغب. نحن نعتني بالروح الرياضية ونقدر المنافسة ونحترم المنافسين، ولكن نرفض الفساد ونرفض أن تصبح الرجاء مطية لقضاء المصالح الشخصية. وتؤكد الحركة التصحيحية رفعا لكل التباس بأنها غير مدفوعة من طرف أي أحد، ما كاين حتى شي جهة اللي دفع هذه الحركة ولا مهيئاها ولا مصوبها ولا مولاها ولا مسيرها ولا كتوريها الطريق ولا كتخطط لها معالم الطريق. هذه إرادة انطلقت وانبثقت من رغبة جماعية لجمهور الرجاء. لا يوجد رجاوي واحد، مرتاح للوضعية الحالية للفريق وللنادي وللمكتب المديري بصفة عامة، ولا تسعى إلى التشويش على الفريق. التشويش متى يكون التشويش؟ في لغة العارفين عندما تكون المسيرة سليمة وصحيحة، عندما تكون النتائج موجودة، عندما يكون العمل إيجابي وتظهر بعض الحالات الشاذة التي تتجه نحو التيار، أنا ذاك نقول هنا التشويش. ولكن عندما يكون الارتجال والتراجع وتصدي النتائج ومكتب مديري معمر وإلى ما ذلك، هنا يكون الفساد الظاهر والباطن، أنا ذاك لا يصبح الأمر التشويش بقدر ما يصبح رغبة في التصحيح. كما أن نحن ننوي، الحركة تنوي بالجمهور الرجاوي وبالمستوى الحضاري والسلمي احتجاجه على ترضي أوضاع الرجاء، وستعتمد الحركة أسلوب الحوار الجاد، الحوار مع الرجاويين، الحوار مع المنخرطين، لأن المنخرطين في اعتقادنا هم هيئة تقريرية، هم هيئة تقرر وهم هيئة تشرع، ولهم الحق في حل المكتب ولهم الحق في طلب جمعي عام استثنائي. أما نحن فإننا نطالب ولكن ليست لنا القوة القانونية لكي نعقد أو نطالب بالفعل بعقد جمع استثنائي بحكم قوة القانون. الواجب الآن أمام المنخرطين، هم الآن في موقف تاريخي، وهم الآن أيضا أمام المساءلة. أنتم برلمان الرجاء، ماذا قدمتم للرجاء وماذا ستقدمون للرجاء؟ هل ستظلون تتفرجون وتشاهدون وتتابعون أم أنكم ستقومون بما يفرضه الواجب؟ ستعتمد الحركة أيضا على التحاور مع كل الحريصين على مصلحة الرجاء، وستعتمد على الجمهور الرجاوي العريض، وأيضا ستعتمد على الصحافة النزيهة، على الإعلام الوطني الساعي دائما إلى خدمة الرياضة الوطنية، والذي لا يخشى في قول الحق لومة لعيب. تشكراتنا لهذه الصحافة. هذا مدخل باستفاعة ما تعبت فيه إلى الأهداف والأولويات، سأقف عند الحد. هناك أيضا إخوة في الحركة سوف يقومون بتسليط أضواء على الحركة بصفة عامة، الحركة التصحيحية لنادي الرجاء الرياضي، والأمل هو أن تتأسس فيما بعد فيدرالية أو جامعة لمحبي وأنصار الرجاء حتى يبقى التنسيق مستمر عندما تكون النتائج إيجابية، وعندما كنت فرحة كذلك يكون العمل يجب أن يكون دائما مستمر.